السلام عليكم، صباح الخير. إذا أنت ضايق ولا عليك ديون ولا أي شيء من أمور الدنيا مضايقك، كثر من الاستغفار. كثر من الاستغفار إن شاء الله. طيب، تحاول أحيانا التغريد بعيدا عن السياسة بهدف كسب شريحة جديدة من الجمهور، نعم أم لا؟ لا طبعا، أقوم من خلال ذلك بجس نبض المتابعين في حال تخليت على المواضيع السياسية. لا. طيب، حديثك بعيدا عن السياسة يكون تفاعله أقل، نعم أم لا؟ لا. تفاعله أكثر؟ موازي. لا، هي نعم أم لا؟ يعني أقل. لا 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 طبعا. طيب، هي كلها الحمد لله تفاعل قوي جدا. طيب، لولا سناب شات ما كنت ليحقق الشهرة، نعم أم لا؟ نعم. لست تلقائي وأعد جيدا لأعمالي قبل طرحها لكي تكون حجتي أكبر من النقد، نعم أم لا؟ طبعا نعم. لا أحب وضعي في خانة المشاهير من الفاشينستات والكوميديين، نعم أم لا؟ نعم. أخاف أن أقضي على مستقبل المهني وفي التواصل الاجتماعي يوما ما بمعلومة خاطئة، تخاف أو لا؟ نعم. طيب، أنا صاحب أفضل محتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، نعم أم لا؟ لا. بدأت أشعر بندم على الوقت الذي أمضيته بعيدا عن الإعلام التقليدي، لا. طيب، ارتحت في الفقرة هذه؟